الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هذا فضل الله علينا. الوحدة، هذا الكاس بيننا وبينه رابط، احنا اول من حقق هذا الكاس الغالي العزيز علينا، حققناه مرتين. ومن اهم الاهداف لنا انه احنا هذا الكاس ننافس فيه بشراسة. اسال الله عز وجل يوفقنا ويمكننا بحول الله وقوته. الاهم تحقق، الا وهو التأهل. انت داخل في ذي البطولة حتنافس فيها بشرف الى اخر مباراة ان شاء الله، فانا بعد توفيق الله عز وجل نحقق هذه البطولة الغالية. اتمنى إنها تصير مباراتنا في دور 4 مع النصر، أتمنى. إحنا في منظومة عمل واحد، إحنا والرابطة والوزارة والاتحاد السعودي، فحصل ظرف لحبايبنا في نادي الباطن في موضوع رحلتهم، والوزارة المسؤولين تواصلوا معنا عشان موضوع التأجيل، تم التفاعل في التأجيل، تم الإقرار الساعة 4. لابد نتعاون، ترى كرة القدم مو إنك أنت ينقل لك نبغاك تساعدنا تقول لا، لا لازم نتعاون، نلعب الساعة 4. إحنا تمارين أغلبها تبدأ في العصر 5:30، فالجو ما كان مزعجنا كثير. حقيقة أمر جدا مرهق، ولكن هي هذه كرة القدم، لابد نتهيأ للقادم. دور الرديف حال اعتماده، السنة الجاية حيكون الدوري مضغوط. التوب 5 ليجز على مستوى العالم بتلعب كل 3 أيام وكل 4 أيام مباريات، لازم كل الأندية تتجهز من حيث العيادة الطبية، من حيث الأمور. أمر فيه تحدي، نعم فيه تحدي، ولكن نادي الوحدة دائما يحاول يتعامل مع التحديات، وهذا جزء من الكورة، من اللعبة يعني.